ديت يمكن نسب الطلاق دلوقتي نسب اصبحت مخيفه جدا. لما نلاقي مثلا مصر وصلت نسب الطلاق فيها لاكثر من 50% من حالات الزواج بيتم بعدها الانفصال في اول 5 سنين من الزواج، ده على حسب مثلا جهاز المركز للتعبئه والاحصاء، والحقيقه ده رقم مخيف جدا طبعا. وتوصل انها تبقى الاولى عالميا في 2017 في نسب الطلاق. بعد كده بقى بالتفاوت ممكن تيجي الكويت، في البعض ممكن يقول لا ده المغرب العربي هو اللي بيجي، ولكن الوطن العربي نسب الطلاق فيه عالية جدا جدا. بعض التاني ممكن يقولك خليكم موضوعيين، نسب الطلاق مش بنذكرها لوحدها، المفروض نذكرها معها نسب الزواج عشان ما نقولش ان العرب العالم العربي متدني، لا انتوا هتلاقوا كمان العالم الغربي نسب الزواج اصلا فيه منخفض، عشان كده نسب الطلاق اصلا فيه ممكن تكون قليلة شوية. انا عايزة اتكلم عن زمان عن دلوقتي، ليه نسب الطلاق في تزايد كبير جدا بسبب اختلاف معايير الزواج؟ اختلفنا ايه زمان عن دلوقتي عشان كده نسب الطلاق في تزايد؟ نعم، اختلفت المعايير. الان صارت معايير الشاب ومعايير الفتاة معايير مثالية مش واقعية. يعني الان الفتاة عندما تختار شريك حياتها صارت تنظر للشاب الوسيم اللي عنده سيارة، عنده بيت، مكتفي ماديا وبراح يشبهها ماديا، عم تنظر للشاب اللي أكثر مالا ونقودا، اللي من عائلة مش كريمة، يا ريت من عائلة كريمة، من عائلة غنية. صار هذا معيار الفتاة، هاي المثالية بالنسبة لها. والفتى كمان صار ينظر بمثالية إلى الفتاة، يعني بده البنت الحلوة اللي كسماتها حلوات، اللي مهما حملت ومهما أنجبت ومهما تعبت لا بده يضلوا هالمانيكان الحلو الجميل الباربي على طول. للأسف صار ينظر إلى الممثلات والمغنيات، وصار هذا بالنسبة له المقياس الأمثل. وهو ما بيعرف للأسف إنه الممثلات والمغنيات حياتهم هيك، يعني هي خلقت لتكون مغنية وتكون ممثلة، فهي لا تنظر إلى الأمومة ولا تنظر إلى إشباع حاجة الرجل ولا تنظر إلى احترامه وتقديره وغيرها من هذه الأمور. هاي النظرة المثالية خربت في العلاقة بين الزوجين. يعني بعد شوي الرجل بصراحة خلينا نتكلم بس يشوف مرته حامل وبعد ما تولد تغيرت سمات جسدية فيها، طبعا ما راح يتقبلها. ليه؟ لأنه ما نظر إليها كامرأة ولود، كامرأة بده تشاركه في هذه الحياة، تكافح معه وتتعب معه، لا هو نظر إليها نظرة جسدية فقط لإشباع حاجاته الغرائزية، وأيضا عشان يتباهى فيها، والله مرتي حلوة، والله جميلة، والله بتشبهي فلانة، والله كذا، وبده إياها تضلها بالتايب المعين. يعني بص للجسم وبصش للعقل أبدا والتفاهم. للأسف أبدا. وهذا والله اللي بصير. يعني أنا في إحدى المرات شاب في الشغل معي قال لي يا ست صفاء شوفي لي عروس، فبتكلم عن وحدة أمورة وحلوة مؤدبة كتير، بقول له هاي من خلو ذات خلق ومن عائلة محترمة ما تطلع لها، تطلع على زميلتها، زميلتها شوي بنحكي إحنا في الأردن عنها شعنونة، يعني حركة حنشة وحركة كتير وقوية كتير وجميلة جميلة، وحتى فجة في اللسان، يعني تتكلم بصورة مش كتير بتقولوا في مصر مش محترمة قوي. هي مش بأخلاقها لا بكلامها يعني. ما أعجبته البنت هاي أبدا، مولي لا بدي هديك، شوفي لي هديك. فقلت له والله هاي أفضل، والله هاي مؤدبة أكثر، هاي رح تريحك، رح تساعدك على، مش إنه معناها البنت هديك لا 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 لا، بس أنا بعرف عيلته وبعرف مميزات البنت، يعني اللي يعني بتناسب العائلة هم الاثنين. للأسف يا أختي اليوم بطل الشاب ينظر إلى إنه هاي بدها تعيش معه مع عائلته، هذا سبب الطلاق الكبير كمان. يعني هذا إحدى كمان الأسباب، صار الشاب والبنت تفكر إنه هو بده يعيش معها وتعيش معه، ما في مقاييس واحترام للعائلة. مش والله أنا بدي أخذها لأنه أمي بتحب النوعية هاي لأنه هي مريحة مع العائلة، لا أنا بدي أخذها لأنها بتقدر نزواتي الشهوانية، لأنها جميلة، لأنها بالمجتمع يعني راح الناس كتير يعجبوا فيها. أستاذة صفاء في النقطة دي تحديدا اسمحي لي أنا هقف معاكي وقف.